حابين ناكد على حاجه يا فارس، ان تاريخ النادي الاهلي حافل بالمشاهد اللي زي دي من زمان جدا، ولكن احنا بنتكلم في التاريخ الحديث عشان كلنا واعيين عليه وكلنا شايفينه بشكل كويس. المشهد ده كنا راجعين سادس مركز، في المركز السادس من كأس العالم للانديه، ودي كانت الجماهير اللي بتقابل النادي الاهلي وبتوصفهم بالابطال. ده 2008. طب 2010 وانت بتخسر كاس مصر بركلات الترجيح، كان موقف الجماهير في استاد القاهره ايه امام حرس الحدود؟ تعالوا نشوف. كأس مصر للمره الثانيه على التوالي، محمد فضل مفيش مشكله، اتفضل يا فضل مفيش مشكله، هو الوحيد اللي اخطا في ضربات الترجيح من نقطه الجزاء هو محمد فضل. ابو تريكه وبركات وائل جمعه واحمد حسن الاربعه سجلوا، محمد فضل الوحيد اللي ما سجلش. في الجانب الاخر حرس الحدود الخمسه سجلوا، احمد عبد الغني، احمد حسن مكي، احمد عيد عبد الملك، اسلام رمضان، وعبد الرحمن فاروق. هي كرة القدم، هي كرة القدم، لكن يحسب اكيد للفرقتين منتهى 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 الكفاح. ابو تريكا رايح لفضل يقول له مفيش مشكلة تعالى، خلاص مش عايزين نعمل منها موضوع، مبروك خلاص الاهلي بطل الدوري، حرس حدود بطل الكاس، مفيش مشكلة اطلاقا اطلاقا. مباراة في كرة القدم، مباراة في كرة القدم. فضل بيحيي الجماهير والجماهير بتحيي فضل. هو ده الجمهور العظيم، هو ده الجمهور العظيم اللي احنا بنطلبه دايما، الجمهور اللي يقف مع فرقته على الحلوة والمرة. والله هو ده فعلا الجمهور العظيم. محمد فضل اللي أهدر ركلة الترجيح اللي منحت البطولة للحرس، جماهير النادي الأهلي في عز قوة النادي الأهلي والتاريخ الأسطوري للنادي الأهلي بتنده على محمد فضل تحديدا عشان تواسيه، وده المشهد اللي عايز البعض يوصفه ان ده باد لوزر. حاجة تانية مختلفة تماما، مباراة سان داونز الأخيرة في استاد برج العرب دي بتبين لك يعني ايه تحت ضغوط الموقف الصعب تتعامل كجمهور يعي جيدا ان هو دور في تحقيق الأهداف وعدم الدخول في مؤامرات تستهلك منه. انت خسران هناك بنتيجة تقيلة، الجمهور في الملعب بعدد كان كبير، ما قدرتش تصعد، كنت مشحون نفسيا، سهل جدا تبدأ تخرج عن السياق، تهاجم لعيبتك أو تهاجم تبدأ تخرج بسلوكيات غير منضبطة. ولكن جمهور الأهلي في اللحظة دي بين يعني إيه أنا بعد فترة نتيجة المشهد ده هاخد الدوري في وقت أنت أكيد فاكر يا أحمد قد إيه كان صعب. رجعنا انتصارات، النادي الأهلي حقق بطولة الدوري اللي كانت صعبة جدا، عارف ليه؟ عشان النادي الأهلي عمره ما كان باد لوزر. نشوف الفيديو. هذه عقلية جماهير لا يمتلكها البعض، عقلية جماهير بتحطنا في حتة تانية. جمهور النادي الأهلي هو أول حد كان عارف الإصلاح إزاي، ولكن مش بس يا أحمد، الجمهور اللي كان طول الوقت بياخد قرارات حتى أيا كانت نتائجها، من صفات الباد لوزر إنه هو لما تيجي نتائج قراره يسوء يبدأ يتخذ قرارات سريعة توديه لمشكلة أكبر، وده عمره ما كانت صفات النادي الأهلي. حابين نوضح طبعا ان احنا تناولنا فكرة الباد لوزر، شفنا اللاعبين، شفنا الجماهير، هننتقل اكيد على مستوى الادارات برغم ان انا اتكلمت عن الهزيمة بعد من الترجي في النهائي، لكن في نقطة مهمة جدا، اكيد اكيد في مشاهد سلبية ممكن نشوفها على مر التاريخ، وده اللي احنا قلناه، مفيش تعميم على جماهير الأهلي ولا تعميم على جماهير الزمالك، لكن احنا هنا بنرفض اي مشاهد او سلوكيات سلبية، والتاريخ بتاع النادي الأهلي بيحفل بالمشاهد الإيجابية. لكن تعالوا نشوفوا أحمد عفيفي نفسه هو بيتكلم عن المقارنات في فكرة النادي الأهلي ونادي الزمالك، بيقول يعني النادي الأهلي بعد رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن من الأهلي وراحوا الزمالك، الأهلي قعد 4 سنين ما بياخدش الدوري، هل ده شيء طبيعي بالنسبة للأهلي أو في الأوساط الأهلاوية؟ لا، ده شيء مش طبيعي. طيب النتيجة إيه؟ الأهلي حاول يستعيد تاني حسام وإبراهيم، هل فكر في إنه يستعيد تاني حسام وإبراهيم؟ لا. ليه؟ لأنه بيثق في الآلية اللي بناء عليها اتخذ القرار. سيبك من القرار نفسه، القرار ممكن يبقى غلط بالمناسبه،
يعني ممكن يكون القرار ده غلط او صح، سيبك من القرار خالص، الآلية اللي اتخذ بناء عليها القرار هو التزم بيها. بعد ما التزم بيها عمل ايه؟ نزف، وبعد ما نزف عمل ايه؟ قاوم، وبعد ما قاوم عمل ايه؟ استعاد نفسه، وبعد ما استعاد نفسه عمل ايه؟ تسيد. الموضوع بمنتهى البساطة. ولكن تعالى نفترض الافتراض العكسي، انا خدت قرار بناء على انفعال، بعدين انا حسيت ان القرار غلط، قمت راجع في القرار، بعدين قمت واخد قرار تاني، بعدين قمت راجع في القرار التاني، هتبوظ منك خالص وهديكم سائل تاني. في 2008 كان في القيادة الفنية لنادي الزمالك الكابتن احمد رفعت، طبعا بنتمنى له الشفاء والسلامة، احد رموز نادي الزمالك، والكابتن احمد رمزي. احمد رفعت واحمد رمزي مع حفظ الالقاب طبعا الجميع، قرروا في لحظه ما ان هم لازم يجددوا الوشوش، لان الوشوش اللي موجوده ادمنت الهزيمه. حصل ايه؟ صعد احمد المرغني، صعد حازم امام، صعد علاء علي، كان ساعتها الزمالك تعاقد مع صبري الرحيل وكان عامل انطلاقه مميزه جدا، ولعب الزمالك بتشكيله كانت غريبه جدا على جمهوره، ما كانش فيها تقريبا حد من الاسماء المعروفه قوي، النجوم المعروفين قوي، غير عبد الواحد السيد حارس مرمى، هاني سعيد في نص الملعب، وعبد الحليم علي في الهجوم. ليه؟ لان هم دول اللي كانوا قادرين يلعبوا ويفيدوا الفرقه، مش لانهم اصحاب تاريخ. الفرقه دي كان فيها زي ما قلت المرغني وحازم امام وعلي علي، كان فاروق جنب عبد الحليم علي، كان بيلعب شريف اشرف. الفرقه دي عملت دور تاني كان مميز جدا، واتذكر ان هم لعبوا مباراه في الدور التاني امام الاهلي، كانت مباراه هايله. لو تفتكروا المباراه الاولى لحازم امام اللي هو رقص فيها احمد السيد ورقص جيلبرتو، اعتقد ممكن نفتكر الماتش دوت. تمام؟ تمام. اذا انت ناهي دور تاني كويس، يفترض انك مشيت على الخط وهتكمل عليه. حصل ايه بقى في الصيف؟ حصلت كأس القارات. سافر منتخب الكابتن حسن شحاتة ماتش كبير جدا مع البرازيل، كسب ايطاليا ثم خسر من امريكا ورجع لكادجا بعد ما عمل بطولة مميزة. مين بقى ليبرو منتخب حسن شحاتة؟ هاني سعيد. اللي انا بلعب بيه ايه؟ هاف ديفندر. هل انا التزمت بقناعتي ان هاني سعيد مفيد بالنسبة لي كهاف ديفندر؟ لا. ميشيل دو كاستال المدرب السويسري وقتها نادي الزمالك ضعف امام زهوة هاني سعيد الليبرو اللي راجع مع الكابتن حسن شحاته، رجع بيه ليبرو واستعاد الزمالك عمرو زكي وميدو، وعمل حاجه تانية خالص عكس القناعه اللي انهى بيها الموسم. النتيجه كانت ايه؟ النتيجه كانت انهيار، انهيار كامل. اذا انت محتاج اولا تبقى قوي امام القرار العاطفي، وانت بتختار مالكش دعوه مين بيحب، مين بيكره، مين ابن النادي، مين مولود في النادي. اعتقد شهاده من احمد عفيف نفسه تجاه آلية النادي الأهلي على مدار أو تعاقب الإدارات والمواقف اللي بياخذها النادي الأهلي، وبكده يكون وضحنا إن فكرة الباد لوزر سواء لاعبين أو جماهير أو مجلس إدارة مش ممكن أبدا يطلقها الكابتن أو الأستاذ أحمد عفيفي بشكل عام على النادي الأهلي. الأخطر يا أحمد حاجة كانت مهمة جدا في كلام عفيفي، مش هتولها في الفيديو، ولكن هي مكملة لكل السياق اللي قلناه في الحلقة وده اللي أكدنا عليه. فكرة ان نادي الزمالك انسحب، ما النادي الاهلي كتير انسحب، ففين المشكلة في نادي الزمالك؟ صدقني دي اكبر واحدة من المغالطات اللي انت قلتها في حياتك، واسقاط ليس له اي محل، لان انت قلت موقف النادي الزمالك ان هو ما كانش هيروح وايه المشكلة؟ لا، الزمالك حاليا بيطالب بنقاط المباراة ان هي لا تحقصم منه، وبيتكلم ان هو معرفش يروح. اذا انت اصلا بنيت دفاعاتك على موقف مخالف للموقف الرسمي لنادي الزمالك، وده شيء كارثي في بناء الرأي ووجهة النظر. كمان في فرق جدا لو تفتكر في مباراة بيراميدز اللي كانت اتغيرت من الدوري عشان نلعبها في الكاس والنادي الاهلي خد موقف، مباراة الزمالك اللي النادي الاهلي كان حريص جدا ان هي تتلعب في بداية الدوري في موعدها، لما اجلت واتلعبت دلوقتي كمان في المرة دي كان نادي الزمالك مش عايز يلعبها. كمان لو نفتكر النادي الاهلي لما اصر ان نهاية الدوري يكون قبل بطولة الامم وكان ليه موقف واضح ورجع اعلام الزمالك بعد ما كان بيهاجم النادي الاهلي، قال كان لازم البطوله تنتهي قبل كاس الامم، ده اللي احنا عرضناه في موقف الترام يا احمد وفي موقف النادي المصري. قرارات النادي الاهلي ومجالس ادارته هي قرارات مؤسسيه، عشان كده بيكون موقفك قوي فيها، وده سبب انك بتنتصر، مش الاسباب ابدا اللي انت قلتها. بعيدا عن كل ده هيبقى حلم بكره اللي هو هيخلينا فعلا نفسيا نعرف كل الناس ايه الفرق ما بين النادي الاهلي وبين اي حد تاني. يبقى هو الحلم افريقيا يا اهلي، سيبقى الحلم افريقيا يا اهلي حتى نرفع كأس الاميرة الافريقية.